يقول لنا ايه ربنا؟ يقول ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقارا. يعني المحبه اهم حاجه، اهم من كل ثروه الانسان. ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقارا. يعني لو راجل بيدي لمراته فلوس كتير قوي قوي لكن مش بيحبها، هي وتحس انه ما بيحبهاش، يعني بيعمل واجب، بيقضي واجب، ايه قيمه الفلوس يعني؟ ده حتى اجدادنا في الفلاحين يقول لك لاقيني ولا تغديني. لاقيني يعني قابلني مقابله كويسه، اقول لي كلمه حلوه، مش مهم الاكل والشرب بس يعني قول لي كلمه كويسه. عشان كده ربنا سمعنا الكلام الحلو، يقول محبه ابدي احببتك، يقول حبوا بعضكم كما احببتكم انا. الذي لا يحب لا يعرف الله لان الله محبه. وإصحاح كامل كورنثوس الاولى صح 13 عن المحبه، ازاي المحبه تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. الإصحاح ده رائع جدا. فالله عايزنا نعيش حياه حاله حب اللي هو ادهالنا، واحنا نبقى اولاده نتشبه بيه، نحب بعض يا احبائي. احنا ما مش هنخسر ابدا، احنا كسبانين دنيا واخره لما نفتح قلوبنا بالحب لبعضنا البعض من القلب. احنا كسبانين دنيا واخره يا احبائي، حتى لو الناس ما بتحبناش. يقول كده وكده، ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم؟ مالكوش اجر. فالعشرين والخطاة يفعلون كذلك. قال لا، امال ايه؟ قال ولكني اقول لكم احبوا اعداءكم. طب هو له المجد عمل كده؟ هو على الصليب يقول لهم سمروا المسامير في ايديه ورجليه والى اخر كل القصه اللي تعرفينها دي في قصه الفداء. وعلى الصليب المسيح له المجد قال له يا ابتا اغفر لهم، طلب لهم الغفران، حب، لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اديهم فرصه يتوبوا، اديهم فرصه يا ابي السماوي. حب حقيقي، مش ينتقم يا رب، مش يا رب اسخطهم، مش يا رب اعمل فيهم وخلي زي ما الناس بعض الناس بتعمل، لا. فاللي بيحب بيصلي من اجل حتى اللي بيجرحوه، حتى اللي بيهينوه، حتى اللي مش بيحبوه. ان احببتم الذين يحبونكم فاجر لكم، فالعشرين والخطاة يفعلون كذا. ولكني اقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى بغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم.